السلام عليكم، وش انت شخبك؟ معكم علي. اليوم راح نشوف فيديو عن اغنية دراغون بول راب اسطوري، وبعد يوم عن انتهى شهر رمضان، وبعد يوم عن العيد، يعني بداية انتهى شهر رمضان راح نكون فباكر راح نقدر نتغدى ونفتك. فيلا خليكم مع الفيديو، طاولة مقدم الفيديو اسطوري. زين احنا مخلصين فطور يا جماعة، لا حد يحكي مخلصين فطور، ما اسمع شيء. ولد باردو متربيت عند الجد كوهان، مسكني في الكون السابع وسط كوكب الانسان، حبي للغشتات ابتدى وانا بفترة الحرب، ما ادري امنع روحي من الابتسامة. شقي الكل يستغرب مني، فيني قوة ما هي منطقية رغم صغر سني، كنت عايش في وسط غابة منعزل عن البقية، الوحدة بين وحوش الأرض قوت بنيتي الجسمية، أكيد عرفتوا مين أسطورة السياجين سانجوتو، يعني لا تحاول تستهين، كامي هامي ها سببها بتكون مرعوب، كل اللي كانوا ضدي خسرتهم في ذي الحروب، بعضهم صار لي خوي وبعضهم يعاند، لكن كفوا اللي في صفي كل واحد لي يساند، وقت الغشنا يتلموا والخصم يشرب من دمه، لو يلعب مع الكون السابع صدقني بيزيد هم، أنا السياجين الأسطوري يجاريني بقوتي لاني حصن يصعب عبوري، انا سياجين الاسطوري قوة الطاقة تلفي متعة المعركة ما تكون الا بظهوري، انا سياجين الاسطوري قوة المحاربين الكل يخاف مني في لحظة حضوري، انا سياجين الاسطوري بكل بساطة هذا انا سونغو كو الساينز الاسطوري، اصحابي ضد العدو سوا ما يوقفهم سد، يحمو كوكب الارض ويكدوا اي عدو كد، لو فكر انه يغزينا يجهل القوة اللي فينا، اساطير من كل كوكب يتلموا في ذي المدينة، امير السياجين ومهدد كل الحتة، لو ما تعرف من يكون هذا السياجين في جدة، من جدك انت تبغى تتضارب معاه بغض النظر عن طوله ترى في قمة الذكاء، ولا الاخضر بكوله فعله دايم يسبق قوله، هو من كوكب الناميك ايدك ما تقدر تطوله، مهما جو تلموا حوله راح يتصرف معاهم، ما يعرف للياس طريق مهما كان مستواهم، تعرف ولدي جوهان اكيد سمعت عنه، لانه ملازم الكتب الناس بيسوء فيه ظنه، ما يدروا انه لو فكر بس نزل يحارب راح يسوي شوشره، لانه يملك دماء محارب، انا السياجين الاسطوري ما حد يقدر يجي يجاريني يصعب عبوري، انا السياجين الاسطوري قوة الطاقة تلقي متعة المعركة ما تكون الا بظهوري، انا السياجين الاسطوري قدوة المحاربين الكل يخاف مني في لحظة حضوري، انا السياجين الاسطوري بكل بساطة هذا انا سونغو كو الساينز الاسطوري، عمري ما انسى كيريرين هذا اول صاحب لي، تستهين عشانه قزم ترى قدراته قوية، اتدربنا سوية مع موت الرش شايب، لو انفلت على العدو مستحيل كله سايب، هذا ما جيمبو الشيطان خوي الفنطل ساتان، لو تواجهه في معركة اكيد بتكون خسران، حتى صغارنا ترى فيهم قوة، ترانكس قلت لو اجتمعوا العدو استحالة يسوي قوة، تقول لي موغي ورا لوفي يا واد اهدى من تقدي، ولو تجيب معك ميهو كدوفي وجيب معك هذاك الاصلع بعلمه مقامه، لو شاف شعري الابيض ما راح يصحى من منامه، انا السياجين الاسطورة بكل صب وشباب قاعد يسب للمية الثانية، يعني قلنا دراغون بول اقوى انمي بس مو لهاي الدرجة انه يسب انميات ثانية على، يعني مو على ضعفهم، يعني هم اقوياء بس تأثيره رهيب. انا احب المقاتلين اللي بدون اسلحة هيجي، ما احب اللي عندهم سيوف هيجي. يلا خلنا نبدي، طولت عليكم من الصدمة. ببساطة روح اكتب كلمة محارب، شوف مين يطلع لك الصورة، ما في غير المحارب اللي ما يكرر الزمان، سونغو كو انا مهجد الاكوان، انا السياجين الاسطوري ما حد يقدر يجاريني بقوتي لاني حصن يصعب عبوري، انا السياجين الاسطوري قوة الطاقة تلقي متعة المعركة ما تكون الا بظهوري، انا السياجين الاسطوري قدوة المحاربين، انا قاعد اوقف بالكاميرا، انا السياجين الاسطوري بكل بساطة هذا انا سونغو كو الساينز الاسطوري، انا السياجين الاسطوري ما حد يقدر يجاريني بقوتي كرر الكلمات، انا سياجين الاسطوري قوة الطاقة تلقي متعة المعركة ما تكون الا بظهوري، انا سياجين الاسطوري قدوة المحارب، لا تقول لي يخاف مني في لحظة، لا سياجين الاسطوري بكل بساطة هذا انا سونغو كو الساينز الاسطوري. وانتهت ذا بس وصلنا الفيديو، اتمنى الحلقة عجبتكم، وضعك جنب القناة وفعل جرس التنبيهات، ذا بس باي باي بيس.